اليوم تحتضن الجمعية متاعنا أول حدث اللي هو دورة تكوينية في مجال نزاع الأساس، واللي هو أهم المواضيع اللي معناها تم اختياره، وهو يشمل جميع المدخلين في القطاع وجميع المنخرطين، وهو بالأساس موضوع معناها ممتاز جدا ومش يقدمه من خيرة ما عنا معناها في المركز الجهوي بقطاع الأدب القاهري والسيد عمرو بن خريف مدير بالمركز الجهوي رئيس خليط المساندة والمتابعة، وعنا ديجا الحضور معناها من مختلف الأصناف، حضور منافذين مستشارين جبائيين، وتم تنظيم الدورة هذه بالاشتراك مع الغرفة الجهوية للصناعة والتجارة، غرفة المستشارين الجبائيين والمحامين. والدورة هذه إن شاء الله على بركة الله معناها تنطلق الساعة 9 متاع الصباح، توفى إن شاء الله نص نهار تتخللها معناها استراحة قهوة. بالنسبة للحضور كان عدد متنوع من الحضور من جميع المنخرطين كزملاء بوزارة المالية، عدول إشهاد، مستشارين جبائيين، وبطبيعة تحت إشراف السيد رئيس المركز الجهوي لمنطقة الأدب بقيروان. الغاية من هذا الملتقى هو ملتقى تكويني، أولا تكوين بالأساس لأعوان الجباية، ثانيا المتداخلين في هذا القطاع من محاسبين ومحامين ومستشارين جبائيين، كذلك نشر الثقافة الجبائية لدى صفوف هؤلاء اللي حكيت لك عليهم، وزاد المواطنين والمطالبين بالأداء. وإن شاء الله احنا باش نعملوا دورات تكوينية دورية إن شاء الله في كل القطاعات اللي تهم الجباية. اليوم قررنا باش نعملوا ملتقى في ولاية القيروان، موضوعه هو موضوع نزاع الأساس. الموضوع هذا هو حساس ياسر. شنو الغاية منه؟ الغاية منه أنه تبسيط الإجراءات وتبسيط لتنوير المطالب بالأداء والمتداخلين في القطاع لمعرفة حقوقهم وواجباتهم. الملتقى هذا يفيد برشا المطالبين بالأداء كما قلنا سابقا لمعرفة ما عليهم وما إليهم وفي مآل التقاضي. الحياة فهم، الحياة فهم، زهرة الحياة.